مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم أفكار جامعة. مشاهدينا الكرام، نحن نخرج من عتبة مدتها 10 سنوات إلى عتبة أخرى نستشرف أن تكون أفضل وأحسن. جرى ذلك عبر انتخابات رئاسية شارك بها 6 مرشحين. هؤلاء المرشحون 6 نجح في هذه الانتخابات، فاز في هذه الانتخابات برئاسة الجمهورية الإسلامية الموريتانية سيد محمد أول الشيخ الغزواني. شهد الموريتانيون عرسا ديمقراطيا جميلا ورائعا. كان الاختلاف بينا، لكن كان الانسجام كذلك والتواصل والتفاعل الإيجابي بينا. هذه المرحلة تستحق منا وتستأهل منا أن نقرأها وأن نعيد قراءتها وأن نثمن منها ما يجب أن يثمن، وأن نستشرف كذلك على إثرها مستقبلا الزاهرة بإذن الله. موضوع هذه الحلقة هو الانتقال الديمقراطي واستشراف المستقبل. ضيوفنا لهذه الحلقة مشاهدينا الكرام هم السادة الدكتور محمد المصطفى والإبراهيم ناشط حقوقي، أهلا وسهلا بك. كذلك السيد المهندس سيدنا واللحم العلي ناشط سياسي كذلك، أهلا وسهلا بك. معنا كذلك الناشط السياسي والباحث الاجتماعي الأستاذ الشيخ بايو بون عمر لي، أهلا وسهلا بك. أنتم مشاهدينا الكرام ضيوفنا الأول، نأمل أن تكون هذه الحلقة مفيدة وأن تضيف إليكم جديدا مفيدا. قبل أن نبدأ بنقاش محاور هذه الحلقة نبقى مع التقرير التمهيدي التالي. انطلاقا من المعطيات الحالية في التجربة الديمقراطية لموريتانيا واعتمادا على نتائج الانتخابات مؤخرا والجو الذي طبع مشهدها العام ومستوى النضج والمسؤولية اللذين تميز بهما المواطن الموريتاني، يمكن القول بأن مستقبل الواقع السياسي في البلاد يتجه بخطى ثابتة نحو تجربة سياسية نموذجية تعطي درسا هاما في التناوب السلمي على السلطة. المراقبون الدوليون قالوا كلمتهم الفيصل وأعلنوها بصوت واحد، لقد جرت الانتخابات بكل شفافية وحياد. وانطلاقا من تلك المعطيات الملموسة والثابتة على أرض الواقع، يمكن أن نستشرف واقعا ديمقراطيا إيجابيا يحظى الجميع فيه بفرص واضحة للتعبير عن رأيهم بكل حرية ومسؤولية. الحلقة إن كان جاهزا، وإلا فسنواصل نقاشنا على أمل أن يجهز التقرير التمهيدي. دكتور محمد مصطفى، من خلال المقدمة قراءة موجزة للموضوع. أشكر التلفزيون الموريتاني على تحت الفرصة. فعلا كما قلتم في التقديم، موريتانيا تمر بمرحلة فاصلة وفارغة في تاريخها، تحول ديمقراطي بطريقة سلسة. الموريتانيون من أشرفوا عليه ومن قرروه ومن أرادوه خيارا لوطنه. الانتخابات الرئاسية الحالية التي انتهت في 22 من الشهر المنصرم كانت حقيقة رسالة واضحة من الشعب الموريتاني نضج نخبه وسياسيه، وكذلك الوعي الذي وصل إليه الشعب الموريتاني في الممارسة الديمقراطية. كانت هذه الانتخابات رسالة ونتاج طبيعي جدا لمستوى من الوعي ومستوى من التدرج في إنضاج العمل الديمقراطي في هذا البلد. نحن كفاعلين حقوقيين وسياسيين حقيقة نستشرق مستقبلا كبيرا لهذا البلد، انطلاقا من الجو الذي عاشته بلادنا خلال هذه الفترة القريبة. خلال 10 سنوات من المد والجزر، طبعا هذه 10 سنوات تكللت بمرور بمحطات كبيرة وهامة جدا في إظهار الإنسان الموريتاني، سواء كان قياديا برتبة رئيس جمهورية أو كذلك في مفاصل الحكومة والإدارات، وكذلك الفاعلين في المجتمع المدني والنقابات، ثم الشعب الموريتاني بجميع مكوناته وأعراقه ومستوياته، استطاعوا حقيقة أن يرسلوا رسالة مفادها بشكل صريح وبخطوط عريضة أن موريتانيا قادرة على أن تقرر مصيرها بنفسها وتبني ديمقراطية ناضجة، وأن تخوض فيما بينها تنافسا سلميا على السلطة، وتظهر عن مستوى حقيقة الانتماء
لموريتانيا وما تستحقه هذه الأرض المعطاة وهذه الأرض الطيبة، هذه الأرض التي تعتبر حقيقة من البلدان العربية والإفريقية التي لها مكانتها في الساحة الإفريقية والعربية، وكذلك شهدت الحمد لله تطورا ملحوظا خلال العشرية الأخيرة وما قبل العشرية الأخيرة، وهو ما ركز عليه وكان نقطة إعجاب وتقدير والتفاف حول خطاب أحد المرشحين الستة الذين يتقدموا للرئاسيات، وهو الرئيس الفائز الذي نبارك له هذا الفوز ونتمنى إن شاء الله أن تكون فترة توليه لرئاسة الجمهورية فترة خير وامتداد للعطاء والنمو والازدهار لهذا البلد. قال في كلمته الموجهة إلى الشعب الموريتاني أنه يبني على ماضي هذا البلد بجميع حقبه التاريخية ويعمل بكل جد ومثابرات على استكمال النواقص التي قد تكون وقعت. العشرية الأخيرة استطاع الموريتانيون بمختلف أطيافهم سواء كانوا أغلبية أو معارضة أو طيفا حقوقيا أن يتبادلوا فيما بينهم جميع الرسائل التي تنم عن وعي وقدرة على التجاذب والأخذ والعطاء وإبداء الرأي، وكل ذلك في جميع المحطات التي فتحت لها الأبواب سواء كانت انتخابات نيابية أو بلدية أو سواء كان من خلال المنبر التشريعي البرلماني الذي يعكس واجهات الأحزاب السياسية، وكذلك في مستوى الممارسات الحقوقية سواء كانوا نقابيين يتعاطون الشأن الحقوقي والعمالي ويسعون إلى تحسين أوضاع العمال، ثم كذلك مال المجتمع المدني من حضور في بعده الاجتماعي ثم في بعده كذلك الإشرافي والتنسيقي للمساهمة مع السياسيين وغيرهم في نضج العملية الديمقراطية وبناء البلد. يعطيك العافية. احنا كان عندنا عنصر تمهيدي عدته زميلة عائشة سيدي عبد الله كان مفروض نبدأ به الحلقة، لكن إذا عاد الشباب عاد جزء عندهم شوفوا. يتجه بخطى ثابتة نحو تجربة سياسية نموذجية تعطي درسا هاما. صوت واحد، لقد جرت الانتخابات بكل شفافية وحي. واقعا ديمقراطيا إيجابيا يحظى الجميع فيه اهلا بكم جديد مشاهدينا الكرام. مهندس سمعت مداخله الدكتور محمد مصطفى، تفضل. شكرا جزيلا على الاستضافه، ونختم بادي نوجه تحيه لافراد الشعب الموريتاني الابي اللي اثبت ما شاء الله جدارته في هذا الانتقاد السلمي للسلطه، واللي الحمد لله وشكر له عاد نموذج في شبه المنطقة سواء في القارة الإفريقية وسواء في عالمنا العربي. موجه تحية لفخامة رئيس الجمهورية اللي أوفى بالعهد وحصن الدستور وهو اللي فعلا رغم أن ياسر الناس كان مثلا يختار مواصلة المسيرة، إلا أن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز احترم الدستور وقال كلمة الفصل بأنه لا يحترم الخيارات اللي موجودة. وجه كلمة شكر كذلك وتحية خاصة لأبناء الشعب الموريتاني اللي كانوا مترشحين للانتخابات الرئاسية كاملين بدون استثناء، واللي الحمد لله بارهنوا لنضجهم وتجربتهم، واللي خاصة الرئيس الفائز رئيس المنتخب محمد الشيخ محمد أحمد الغزواني، واللي فعلا قدم برنامج انتخابي فيه خلط ما بين حصيلة 10 سنوات ممارسة الحكم
وفيهم ملي استشراف للمستقبل، واللي كان حاصل الشرف بأني كنت من الناس اللي كانت في إطار ذلك الحمد، ونختار ملي هون نأكد بأن الشعب الموريتاني كما قال الدكتور شعب يملك من المقدرات الثقافية ومن التاريخ ومن التنوع اللي خوله انه يحصن تجربته اللي عادت نموذج. ومعروف بان الاليات الاساسيه وضع العناصر الاساسيه اللي يخلي بها الانتقال السلمي للسلطه حكما هلت عناصر اساسيه. العنصر الاول هو الاحزاب السياسيه والتعدديه الحزبيه اللي هي السمه الغالبه عندنا الحمد لله وشكر له من عند دستورنا الاخير دستور 91. مرة ذاك جاء الدستور والله مراجعة الدستورية ل 2006 واللي أكدت على مبدأ التعدد مبدأ الانتقال السلمي للسلطة وتحديد مموريات رئيس الجمهورية اللي هو المادة 28. والمسألة الثانية والأساسية أن الآليات القانونية كاملة كان متفق عليها بين الأطراف كاملة، وأخيرا إجراءات الانتخابات بصفة شفافة وبشهادة الجميع وبقيادة لجنة مستقلة الأطراف كاملة شاركت فيه. إذن هو العناصر الثلاثة وهي العناصر الأساسية لأي انتقال سلمي على السلطة، وعلينا كاملين نفخر كاملين بأن بلدنا اجتاز مرحلة تاريخية وعاد نموذج يرضى ذلك يتجسد من خلال تحمل المسؤولية للمستويات كاملة، تحمل المسؤولية لأفراد الشعب والمواطنين يعرفوا بأن صناديق الاقتراع هي الحكم، وصناديق الاقتراع والمواطنين قالوا كلمتهم الفصل، وبالتالي الخيارات يلا كلها يحترم خيارات ثانية. كذلك المرشحين الستة موجه لهم نداء كاملين، خاصة المرشحين اللي ما حالفهم الحظ انهم يعرفون هاي خيارات، وهو الحمد لله جابوا وزنهم وصفتهم، وبالتالي يلا حقيقة ياك تعود تجربتنا على المستوى مثلا تجربه تعود ينشال بها المستوى الخارجي، يا الله هم اللي يعترفوا بشكل واضح باللي خلق ويندمجوا في الاطار العام. وبرنامج فخامه الرئيس المنتخب كثير ان شاء الله تعالى بان الناس كامله تعود فيه باذن الله تعالى. يعطيك العافيه. استاذ بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اشكر قناة الموريتانية هذه السانحة التي اتاحتها لي للحديث عن تجربتنا الديمقراطية ومسارنا الديمقراطي بشكل عام، ومن ثم سنعرج حسب ما اظن على افاق هذه التجربة في المستقبل. واشكر للزملاء الضيوف على الايضاحات التي سبقوني بها في هذا الإطار، وأثمن أيضا العنصر التقديمي الذي كانت التلفزة الوطنية أو التلفزة الموريتانية على تهم على تقديمه للتقديم لهذا البرنامج. أرى أنه تقريبا وصل، لأن الصورة كانت معبرة، لأنها كانت جامعة للمراحل الأساسية التي كانت بها هذه العملية. فقد رأينا من خلال العرض ناخبين في صفوف منتظمة وطوابير هادئة يؤدون واجبهم الانتخابي بحضور ممثلين عن المرشحين، وأحيانا أيضا كما تبين لنا من الصورة بحضور مراقبين أيضا دوليين يجولون في القاعات وبدون أي يحدث أي شيء من ما يعكر صفو هذه العملية. فأعتقد أن المرجو من الهدف الأساسي قد تم الوصول لبعضه على الأقل، فهو يعكس صورة ناصعة للعملية التي مررنا بها في هذه الآونة الأخيرة. وكما أشرتم فإن المسار الديمقراطي الموريتاني مر بعدة مراحل، كانت بداياتها ككل البدايات صعبة ومتعثرة وفيها كثير مما يقال، إلا أن مع تقدم الزمن وتقدمها نلاحظ أنها شهدت تطورات على مراحل، وأنصع تلك المراحل كان وجود البطاقة التعريف البيومترية الغير قابلة للتزوير.
فمهما قد يقال مستقبلا أو في الماضي مما قد يكون شاب أي عملية، فإنه لا يمكن أن يقال بأنه أن شخصا ما قد يحوز على بطاقة متعددة أو بطاقات متعددة ليصوت بها نيابة عن آخرين، رغم ما قد يحدث من تجاوزات بشرية وأخطاء بشرية وتعديات لا يمكن أن تعدو فعل الجرم الذي قد يقوم به شخص معين ولا تتجاوز إلى إطار التجربة، وينبغي أن تطور التجربة إلى أن تكون محصنة من كل تلك من كل ممارسة قد تحدث مستقبلا، رغم أننا لا لا لا, لا يمكن أن يكون يوجد أي شيء مؤسس يثبت أن تكون قد جرت أي عملية تشوب العملية الأخيرة التي جرت حسب علمي وحسب ما رأينا. فالتجربة الديمقراطية الموريتانية تجربة رصينة ووصلت إلى مرحلة لا نقول بأنها درجة الاكتمال، ولكنها درجة قابلة للتطوير ويؤسس عليها، وهي مرحلة متقدمة جدا إذا ما قورنت بمثيلاتها في شبه المنطقة. وانتخابات الأخيرة لا يمكن من خلالها إلا أن نحيي شعبنا الأبي، جميع الشعب الموريتاني، على الروح التي تحلى بها في إطار الحملة الانتخابية التي كانت هادئة وديمقراطية، وأيضا وصلت جميع خطابات المرشحين إلى جميع الناخبين من خلال وسائل إعلامنا ومن خلال الجرد الذي أعلنته الهابا، والذي بيّن أن جميع المرشحين تمكنوا من الوصول إلى الناخب الموريتاني بخطاباتهم، والناخب الموريتاني اختار الخطاب الأقرب إليه، وذلك فضل من الله على هذا الشعب أن يكون لديه القدرة بالاختيار السلمي والتعددية. التعددية نموذج نعيشه في مجتمعنا، وتنوع يعني يؤدي إلى الثراء، يؤدي إلى إمكانية للتقدم، إمكانية للتطور، وفرص هائلة للثراء الثقافي والثراء الفكري في مجتمعنا، ينبغي أن نغتنمه. فمسارنا الديمقراطي مهما تنوعت آلياته وتطورت، يبقى التطور الأهم والأساسي هو التطور الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان الموريتاني، ينبغي أن يكون عليه المجتمع الموريتاني، التعايش الذي ينبغي أن يكون هو صمام الأمان لتطور هذا المجتمع ولتطور تجربته الديمقراطية. فالتجربة الديمقراطية رغم أنها حديثة بالنسبة لنا وبالنسبة لمجتمعنا، وهي كما تعلمون نموذج يعني نشأ وترعرع في بيئات أخرى، إلا أنه نموذج جيد للحكامة، واختاره شعبنا نموذجا للتحاكم ونموذجا للحكم فيه، وكان هذا الاختيار كما يتبين أنه صعب تكييفه في بيئة قد تكون مغايرة للبيئة التي نشأت فيها تلك التجربة. في نسبة الأمية لا زالت موجودة، وبعض العلاقات الاجتماعية التي قد تكون تكتسيها بعض صعوبات من ناحية الممارسة الديمقراطية لا زالت موجودة، رغم كل ذلك قد تمكننا من التغلب على أهم تلك العوائق، فنجد أن شعبنا يتوجه إلى صناديق الاقتراع في انتخابات جد معقدة ويخرج منها سليما، يصوت لمن يشاء. قد نجد لائحة بها 107 مرشحين أو 110 مرشحين، يتوجه شخص لا يقرأ ولا يكتب ويتمكن من اختيار الشخص الذي يصوت له، ويتم فرز النتائج وتظهر بدون أي مشاكل وبدون أي مناقصات، وقد تكون هنالك طعون، وهذا ما دام القانون بوب عليه ووجد له آليات للتحاكم فهي طبيعية ولا ينبغي أن تتعدى إطارها الصحيح. وشعب كما نجده وقيادته السياسية وطبقة سياسية بصفة عامة قد تشهد بعض التجاذبات، لكنها في الغالب آنية ومرحلية، ينبغي أن نعلم أنه قادرون جميعا على الخروج من تجاذبات أيا كان نوعها، بقدرتهم على الحوار وإيمانهم بأن الحوار هو الآلية الأنسب للحكامة في شعبنا. وشعبنا قادر أيضا بأن يجاري هذه القيادات السياسية بأن يوطد اللحمة الاجتماعية، بأن يكرس التعددية السياسية، ومن المطلوب من القيادة التي اختارها شعب أن تعمل قصارى جهدها أن تكون على مستوى تطلعاته
بمحاولة دمج جميع قواه والعمل على تحقيق جميع المتطلبات. سنصل إلى هذا المحور الثاني من هذه الحلقة. نعم. لكن قبل أن نبدأ في نواصل الحوار، كاميرا البرنامج انتقلت إلى شارع المواطنين، التقت بعدد من المواطنين. نبقى مع هذه المقابلة الأولى التي أجريناها معهم. موريتانيا اليوم تعيش نوع من الوئام والانسجام الاجتماعي، اللحمة الاجتماعية والوحدة الوطنية. فعلا أعلنهم فيه نواقص لغير العمل البشري بطبيعة الحال، دائما ناقص، ما هو عمل إلهي ولا هو عمل معصوم، وإنما تعتريه مجموعة ناقص. وبالتالي كانت الإرادة السياسية قد أدركت هذه الحقيقة، وبالتالي من حرصها على البلد وعلى مكاسبه حاولت تملي لأنها تنظم ولن تنظم انتخابات سلسة وشفافة تناسب فيها أولاد موريتانيا كاملين، وحصل فيها الفوز للسيد الرئيس محمد وللشيخ محمد أحمد وللشيخ القزواني. وبالتالي هذا عنده اللي أسس عليه لأنهم حصيلة مهمة في المجال الاقتصادي والسياسي والدبلوماسي والإداري، وبالتالي كانت حصيلة مهمة وأساسية. شكرا للزميل عايش أستاذ عبد الله على هذه المقابلة. قبل أن نسترسل في الحوار حتى لا يكون حوارنا سردا هكذا، هذا البلد أمة من الناس وحدها ضمن هذا العالم، كان يراهن على أنه غير قادر على حمل هذه التجربة الديمقراطية قياسا بأنها لم تنبت هنا قدر ما نبتت في عالم آخر متمدن أكثر منا، ورغم ذلك نبتت ورست وأنبتت من كل زوج بهيج. كيف تقرأ هذا؟ شكرا على كل حال. أنا كنت توقفت عند هنئة رئيس الجمهورية المنتخب السيد محمد والشيخ الغزواني، لكن لن أنتهي عند تهنئته فقط، سأهني كذلك المترشحين الذين هم أبناء الوطن وتقدموا بطريقة ديمقراطية ومسؤولة وقدموا برامجهم وجالوا وحصلوا على نسب معتبرة من أصوات الشعب الموريتاني، وهذا حقيقة هو ما يجب أن نكون عليه. نتنافس وقت التنافس بطريقة مسؤولة وديمقراطية، نقدم برامجنا ونتحاكم إلى دولة القانون مثلما وفرت لنا الحمد لله القيادة الحالية والسلطات الأمنية والسلطات الإدارية ظروف جد كانت مناسبة. نحن نهنئ هؤلاء المترشحين ونتمنى مثلما أشار زميلي سيدنا من جميع المترشحين الذين كانوا مع المرشح الفائز أن يباركوا نجاحه، وأن نسير إن شاء الله. المسؤولية الآن أصبحت مسؤولية الجميع، مسؤولية بناء الوطن، مسؤولية الإعداد لمرحلة قادمة من الديمقراطية وإنضاجها، تقوية المؤسسات الموريتانية. هذا ما يجب أن حقيقة تنصب حول الجهود، ونعتبر حقيقة أن بإعلان المجلس الدستوري للنتائج النهائية للانتخابات تلك صفحة قد طويت الحمد لله بمستوى من الوئام والتآخي. نعم. والتنافس الإيجابي في حملات جد مسؤولة. نعم. كنا نتابع جميع محطات الحملات. نعم. الانتخابية وثم كذلك يوم الاقتراع والفرق التي كانت مشرفة سواء كانت من القضاء ممثل المجالس الدستورية وسواء كانت من اللجنة المستقلة للانتخابات التي هي ثالث محطة في التهنئة بالنسبة لي. أشكر اللجنة المستقلة للانتخابات على قدرتها على تسيير انتخابات معقدة مثل ما أشار أحد الإخوة من قبل. الانتخابات الرئاسية كانت انتخابات نيابية وبلدية جد معقدة، وكانت هذه اللجنة قادرة على تسيير تلك الانتخابات. اليوم الحمد لله استطاعت كذلك بكل استغلالية وتجرد أن تشرف على هذه الانتخابات الرئاسية التي تعتبر هي أول انتخابات رئاسية يتم فيها انتقال سلمي على السلطة بمستوى من رئيس جمهورية إلى رئيس جمهورية كليهما منتخب بطريقة ديمقراطية. أشكر رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات الوزير والمعروف محمد فاول البلال على قدرته وكذلك فريقه الذي كان مصاحبا له خلال الإشراف على هذه اللجنة وعملها. ثم أعود والعود هنا أحمد لتهنئة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز. هذا الرجل استطاع حقيقة أن يعطي مثالا يحتذى من الوطنية لأبناء هذا البلد، أنه بإمكاننا جميعا أن نطمح وأن ننال ما نريد وأن نكسب ثقة الشعب ونحقق المستحيلات ونبني مشاريع. مثلا كان الإنسان الموريتاني بعيد التوقع أن حصاد 10 سنوات من 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 تولي أي رئاسة في بلد خارج من كثير من التعقيدات وكثير من يعني من 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 المعوقات والمشاكل التي كانت تحيط به سواء كانت في بعده الاقتصادي في بعده السياسي في بعده الاجتماعي.
أن نخرج بمستوى حصيلة بمستوى حصيلة هذه العشر سنوات. حقيقة هذا الرئيس يستحق منا جميعا كموريتانيين، وهو الآن يودعنا، لكن يودعنا وهو من بيننا، ونحافظ به لما له أصبح من رمزية في النضج في القيادة لموريتانيا، وكذلك القدرة على يعني البرهنة للموريتانيين أن بإمكان أبناء موريتانيا سواء كانوا سياسيين أو عسكريين أو مهنيين أن يصنعوا بلدهم بأيديهم، وأن يخططوا له، وأن ينهضوا به، وأن يؤسسوا لبنائه. طبعا لا يمكن لبلد أن يبني نفسه بدون شركائه، لكن الاعتماد في البداية وفي النهاية يجب أن يكون على أبناء البلد ومصادر البشرية وقدراته. الرئيس محمد عبد العزيز أعطى مثالا حيا حقيقة على كل المستويات، أولا على الإيثار والاستعداد مثلما أشار أحد الإخوة الضيوف، هناك الكثير من الموريتانيين تشبث ببقاء هذا الرئيس، لكن الرئيس أراد أن يرسل رسالة أن هناك دولة مؤسسات، وهناك دولة قانون، وهناك دستور الموريتانيون من خططوا له ومن كتبوه بينهم في حواراتهم السياسية، وهو ما اتفق عليه السياسيون الموريتانيون، وحضره جميع الفاعلين المستقلين والنقابيين والمجتمع المدني، فبالتالي يجب أن يحترم كوثيقة، لأنه من لا يمكنه أن يبني على ما قرر من 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 قوانين بلده لا يمكنه أبدا إلا أن يعيش في فوضى لا نهاية لها. وبالتالي كذلك قال في إحدى مداخلاته أن الأشخاص يتغيرون لكن البلدان لا تتغير، فبالتالي يجب أن نبني لموريتانيا ولا نبني هذه الأهرام. الثقافة كيف تقرأ هذه الثقافة بالذات أنه أننا نعبر باتجاه ممارسة سياسية جديدة لا ترتبط بشخص الرئيس بالفرد بقدر ما ترتبط ببناء دولة، كيف نرسخ هذه الثقافة؟ أنا أتوقع حقيقة أننا اليوم الحمد لله نعيش يعني مستوى من الوعي منقطع النظر نحسد عليه بحكم هذه الثقافة. يعني رجل يغادر الكرسي طواعية بقرار منه وأبناء وطنه لحكوماته ومعاونيه، ثم يتوجه إلى يعني مكان استراحته بعد عطاء وبعد بناء وبعد كذا وبعد كذا. هذا حقيقة ثقافة هي ما نعول عليها، ونتمنى إن شاء الله من الرئيس الحالي المنتخب محمد الشيخ الغزواني، أن ولا شك ولسنا مترددين أبدا، فالرجل قطعا له من القدرة والسيرة في تدبير شؤون الدولة ما قد يعني يعطي ضمانا على أنه بإذن الله تعالى سيكون عند حسن ظن الموريتانيين، سواء من انتخبه أو من لم ينتخبه، لأن كلهم هم الموريتانيون، المواطنين الموريتانيون اليوم يتساوون أمامهم. وهذا ما نريد أن نركز عليه، أن الموسم الانتخابي عندما ينتهي يجب أن يطوى فيبقى تنافس، مرة علينا واحد نجح وواحد أخفق، لكن هم بحكم كلهم الناجحين، لأنهم كلهم ساهم، لولا مرشحين المعارضة لما كانت هناك ديمقراطية بالتوازن، لما كان هناك أغلبية وهناك معارضة. فالمعارضة هامة جدا لأدوارها المؤسساتية التي تقوم بها في إعطاء أن البلد يعني ملك للجميع ويتنافس عليه الجميع، لكن لما تنتهي الانتخابات الجميع يتحاكم بعد ذلك للنصوص وإدارة القانون. فمثل ما قلت أن حقيقة الرئيس محمد بن العزيز برهن على أن للموريتانيين، طبعا ليس وحده، الرئيس محمد العزيز حكم بحكومات وحكم بإدارات وحكم بأبناء هذا البلد، واستطاع أن يتخذ قرارات شجاعة في هذا البلد، لكن الأدوات التي نفذ بها ليست أدوات أجنبية بينما أدوات موريتانية، فهو يهنأ، وكما ذا حكوماته وإداراته وجميع الطواقم التي رافقته خلال هذه العشرية تهنأ، لأنها هي من أشرفت الإشراف المباشر والتنفيذي في الميدان على حقيقة خلق هذه الثورة. أقول الثورة لأنها حقيقة في قياس الزمن وفي قياس البلدان، وخصوصا إذا كانت الإكراهات التي كانت أمام البلدان كبيرة والتحديات كبيرة، سواء كانت اقتصادية سواء كانت سياسية سواء كانت اجتماعية، وكذلك لم تكن عشرية في ظروف طبيعية في العالم، كان العالم في ظروف استثنائية، كله كانت هناك أزمات اقتصادية مرت بالعالم، كانت هناك أزمات أمنية، ولا زالت محيطنا الإقليمي الإفريقي والعربي لا زال يتخبط في بقايا هذه الأزمات. على الرغم من هذا كله استطاعت الحمد لله هذه العشرية أن تكون عشرية مميزة على الصعيد الأمني على الصعيد الاقتصادي بالنسبة لموريتانيا، ولا نقول أن كل شيء الآن يعني تم
مثل ما نحن نطمح له، لا بالعكس، وهذا كثيرا ما قاله هو وقاله المترشحون كلهم أنهم قادمون ليكملوا ويبنوا على ما بنته القيادات الموريتانية خلال من دولة من فترة التأسيس، من فترة الرئيس المؤسس المختار الدادة إلى فترة الرئيس الحالي. إصلاح تراكمي بهذا الروح من 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 الودية ومن الشفافية ووضوح الرؤية ووضوح الهدف. لا شك نحن إن شاء الله تعالى عابرون إلى بر الأمان بإذن الله تعالى. أملنا كبير في أن مرشحنا الحالي إن شاء الله يواسر بنا إن شاء الله سفينة الأمن والأمان والبناء والتنمية. والمسؤولية الآن تقع علينا كموريتانيين، سواء كان مستوانا، سواء كنا شعب، سواء كنا كوادر ونخب، سواء كنا مسؤولين في مفاصل الدولة، الكل الآن تقع عليه المسؤولية بأنه يشمر عن ساعده ويواصل بكل جدية. ومثل ما يقال يعني الرعية على قلب الأمير، إذا كان الرئيس يعني ذو برنامج انتخابي واضح وذو أهداف محددة واستطاع الرئيس الحالي محمد الغزواني أنه يستجمع كافة أفكار الشعب بنخبه وكذلك نزولا إلى الميدان بمعرفة المشاكل التي تعترض الساكنة من خدمات، لما حصل برنامجه على يعني إجماع بالتالي هو يلبي طموح هذا الشعب. هذا البرنامج يضم في طياته أراؤنا جميعا، سواء كنا مهنيين في قطاعات الصحة وفي قطاعات التعليم وفي قطاعات المعادن وفي الزراعة، كل الكل تم الاتصال به وتم الاجتماع به من طرف بعض المترشحين، ومحمد الشيخ الغزواني كان من أول المترشحين الذين بادروا بالاتصال بالمهن وبالناس التي تعيش في تمارس في الميدان وبمن يباشرون تسيير الشأن العام من أجل الحصول على النواقص وكذلك أخذ أفكارهم، وتم تجميع هذا واستخلاصه في برنامج سماه برنامج تعهداته. هذا البرنامج بالنسبة لنا لا يعتبر نهائيا، بينما يعتبر طموحا وموضوعيا إذا تم تحقيقه. أملنا كبير إن شاء الله، ونحن متأكدون أن هذا البرنامج إن شاء الله بحكم جدية الجميع ومثابرة الجميع إن شاء الله تعالى يدفع بنا في كل المجالات. سيد المهندس، ما لوحظ خلال هذه الممارسة الديمقراطية الفائتة هو أن هناك حضورا قويا للشباب. نحن مجتمع شاب، القاعدة العريضة للهرم السكاني قاعدة شابة، كان هناك عزوفا لدى الشباب عن التعاطي الديمقراطي، لكن هناك حضور قوي جدا، وهناك تمايز كذلك للنخب كان جليا في هذه الانتخابات الماضية. على ضوء هذا كيف تقرأ نضج ممارستنا الديمقراطية، وكيف تقرأ كذلك انتقالنا من حال إلى حال؟ شكرا. أعتقد أن الميزة الأساسية اللي تميز فيها التعاطي في الانتخابات المصارمة ان كان رانا بعد شبه نتكلم بلهجة بسيطة يفهمها، كان فيه حيز مهم ودور بارز للشباب. قلت حد قاعد يقول بأن الشباب انه لعب دور أساسي في ترجيح الكفة. لماذا؟ لأن الشباب فعلا أغلبية الشعب الموريتاني، أغلبية مجتمع الشباب. ثانيا الشباب يعاني من قدر من معضلات ومشاكل، مشاكل اللي تتعلق بالبطالة وقلة العمل، مشاكل اللي تتعلق بالاندماج في الحياة اللي عاد وترتها السريعة وتحتاج لياسر بشي، والفرص اللي ما هي ياسر حتى. وبالتالي الشباب اندفع لباس به مع المرشحين كاملين، اسفوا الصديق اللي مع المرشح اللي فاس، واسفوا اللي مع المرشحين الاخرين اللي يجبرون نسب معتبرة. والتحدي الأساسي في النظام اللي بنوه في المستقبل والرهان الأساسي يعود على الشيء لا يعدل الشباب. الشباب قوة حية، واندفع ما هو عادي بهذه الانتخابات اللي مصارمة. وبالتالي يا الله احنا كاملين، ويا الله فخامة رئيس الجمهورية اللي منتخب، وطبعا هذا موجود في البرنامج، يا الله من أهم الأولويات اللي يا الله تعود عنده أنه يعطي دفعة كبيرة للشباب من خلال التعليم، من خلال التكوين المهني، من خلال التشغيل بها للشباب. يعني ما يعدد الشيء لا قدر الله، في مؤشرات قوية بأن في الشيعية ربما لا قدر الله يفقد الأمل وقدياك يروحوا في هذا المجتمع لا تحمد عقبة التعصب وأخطر شيء يجبر المجتمع حقيقة، وكذلك هم التطرف وربما الإرهاب وربما الانحراف الأخلاقي. إذن في الإضاحة لبن عنصر الشباب
في المرحلة القادمة يا الله يركز عليه بشكل أساسي. وفعلا الرئيس المنتخب ركز على نقطة جوهرية أساسية وهي إن شاء الله لا تعود تنقذ موريتانيا كاملة هي التعليم. التعليم هو اللي يربي الناس كاملة بليد، هو اللي يربي التسامح، هو اللي يربي النخبوية، هو اللي يربي حب الوطن، هو اللي تشعر الناس كاملة اللي عاش بليد أنها واحد فيه. وبالتالي اللي تربى مادة عندها ثقافة وعندها أخلاق وعندها علم دور تشتغل كاملة، ولين تشقد لا يخلق الانسجام الاجتماعي، ولين يخلق الانسجام الاجتماعي يدور يخلق التآلف بينات الناس ومرة ذلك تخلق الرفاهية. وبالتالي في اللي ظاهر لي بين الرهان الأساسي اللي الله يخلق هو على القوة الحية وعلى الشباب وعلى النساء لأنهم زادهم نسبة كبيرة من المجتمع وعدوا دور بارز في الانتقاد الديمقراطي. وفعلا المرأة الموريتانية الزادية تغيرت من دورها التقليدي كربة منزل إلى دور ما شاء الله أشمل، عادوا فينا رباء مثقفين وعادوا فينا الأساتذة مثلا مدرسات والدكاترة وإلى آخره، وحتى الناس اللي ما كان عندها حظ حتى من التعليم عاد ما شاء الله عندها ثقافة حضارية وعاد تعرف اسم حالة تربي أولاده وعاد تعرف اسم حالة. إذن المرأة عندها دور أساسي وهي حكما جاءت في الدرجة الثانية في الواجهة السياسية من خلال الانتخابات المنصرمة، ويا الله فعلا لا يركز عليها بشكل أساسي. إذن في اللي واحد بأن الشباب ملي فيه ميزة تبارك الله أغلب يوتو شباب ناضج وفاهم وروايته بسيطة، عند منين يجبر حد حايزه طموحه عادي، طموحه بناء الوطن يعود فيه مساواة ويعود فيه العدالة الاجتماعية ويعود فيه الفرص متاحة للجميع، هذا اللي يخلق الناس كاملة ما عنده مشكلة. ولا قدر الله إلي أنتم كان ساهين عن الشباب كي قلت لا يعود ذاك مثلا ما تحمل عقباه. وبالتالي مأمنين وكما هو مسطر في برنامج رئيس المنتخب اللي الحمد لله عنده برنامج طموح في اخبار التوظيف اخبار التكوين اخبار كميه ألف وظيفه الى اخره، ان هذا ان شاء الله لا يعود من الاولويات الاساسيه لاستشراف المستقبل. وطبعا مد اعتنت على شبابها ومثقفينها وبنات مدرستها ان شاء الله تعالى مستقبل قدامها زاهر، خاصه الحمد لله ان مقبلين على ثروات اقتصادية إن شاء الله راجعين تعود كأنها تستفاد منها الناس كاملة. وفي هذا الإطار أدعو شبابنا كاملين أنه يلا ينسهم في إطار توجه يعود يخدم به مستقبل يلا يوحد ناس توحد في قراية الناس اللي مثلا تخطأت مراحل الدراسة تحاول تقيس التكوين المهني ويلا تكون في مجالات عندها علاقة فرص التشغيل المستقبل كيف مجالات مثلا الغاز والله مجالات المعادن والله مجالات التجارة إلى آخره. ويا الله ما اللي خدوا عنهم روح الكسل وخدوا عنهم مدياس من دوق مثلا وكيرياس من الوقت في المسائل اللي ما هي مهمة حتى كي التواصل الاجتماعي وتكون الاكتفيات المشي مثلا ما هو يا الله، وخدوا عنهم الشائعات وخلوا عنهم فبركة ياس ياسر نقول لك نعرف واحدين منهم فبركة ياس من المسائل اللي مثلا ما تخدم الوطن وقد قاعد تسبب ياسر المشاكل اللي ما هي لا تحمل عقباها. وبالتالي في دراسه بان كي قلت في الرهان الاساسي في الانتقال السادس والسابع للسلطه ادعى للشباب لانه هو القوه الحيه وهو الاغلبيه الموجوده. استاذ الشيخ باي، انت باحث اجتماعي قبل ان تكون ناشط سياسي، و المجتمعات يقاس نضجها بطبيعة التفاعل السياسي والثقافي والاجتماعي فيها، وما يلاحظه المراقبون في السنوات الأخيرة أن هناك حضورا صار فيه حضور قوي جدا للشباب في ميدان الأعمال، ميدان الابتكار، ميدان العمل الثقافي، العمل الخيري، العمل الجمعوي إلى آخره، وهذا قطعا ينبئ أن فهم عاد حضور فهم عاد اهتمام. وما ننسى هنا فقط للتأكيد الناس تعطى حقها أنه هناك كان فيه مسابقة اللي تعدل فيها 2000 وشيء 2000 وشيء من فرص العمل. هذا جدير بأنه يعني كفيل بأنه يدخل قدر من الشباب في العمل، وهي 100 فرصة عمل المولدين تخلق معدل أعضاء الأسرة 4 أفراد، أنا 4 ملايين قاعشات
دخلت العمل كامل حكما، هذا مبشر وطيب. كيف تقرأ هذا؟ شكرا. قبل أن أعرج على أحاول الإجابة على السؤال، تفضل. أحب أن أنوه بمسألة هي قضية الانتقال السلمي السلس للسلطة من سلطة مدنية منتخبة إلى أخرى مدنية أيضا أخرى ومنتخبة من طرف الشعب الموريتاني. فهذا المسار وهذه المرحلة وهذه المحطة من مسارنا السياسي والديمقراطي يعني تستحق التنبيه والإشادة. ونهنئ فخامة رئيس الجمهورية الأخ محمد العبد العزيز على الأولوية القصوى التي أعطاها لموريتانيا ولتجذر المسار الديمقراطي فيها ونشر الوعي الديمقراطي فيها وحماية النموذج الديمقراطي القائم. وهذه مرحلة ومحطة مهمة جدا، والخطاب السياسي والبرنامج السياسي الذي تقدم به الرئيس المنتخب الأخ محمد الشيخ الغزواني برنامج كما أشار الإخوة تأسس على المنح التصاعدي للإنجازات والاستفادة من المثالب التي قد يكون تم الوقوع فيها في الماضي من أجل البناء لتشييد لبناء مستقبل زاهر لهذا الوطن في انسجام في جو يطبعه الأمن والأمان. وهذا هو أهم مرحلة وأهم محطة ينبغي أن ندخل من خلالها إلى سؤالكم، وهو قضية الشباب. فالشباب هو الطاقة الحية في المجتمع، وكما أشار المهندس فشباب هم الغالبية العظمى من شعبنا، واعتنائهم بالهم السياسي ومبادرتهم إلى المشاركة فيه بقوة وبإيجابية هذا مؤشر إيجابي وفي ذات الوقت مبشر على أن مستقبل الديمقراطية ومستقبل ديمقراطيتنا بخير وبأمان. الشباب هو المستقبل، ما دام قد حمل الهم ووعى أن المسؤولية مسؤوليته وعليه أن يبادر من أجل تجذيرها والمشاركة فيها بفاعلية وبإيجابية، فهذا هو أهم الإيجابيات التي تنطلق منها مشاركته. كما أن الشباب هذه الطاقة الحية ينبغي أن تستغل قدراتها من أجل تنمية في الوطن، وهذه التنمية أشمل من الوظائف المباشرة، هذه جزء من الوظائف التي قد تقضي على نوع جزء من البطالة، ولكنها ليست هي الأكبر من حيث القضاء على 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 على, 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 على البطالة. مهما كان عددها إن كانت 2000، 3000، 4 أو 5 فهي جهد يشكر، لأنه تضحيات كبيرة من إذا تم دراسة شؤون الميزانيات ومعرفة ما قد تتكلفه الدولة في الاكتتابات رغم أنها بحاجة إلى مزيد منها، إلا أن السوق لا يمكن أن تمتص بطالة الشباب إلا عن طريق المشاريع التي وردت في برنامج المرشح أو الرئيس المنتخب الأخ محمد والشيخ الغزواني بتفعيل القطاع الخاص، فهو أهم ما يمكن أو أهم جزء من المجتمع يمكنه أن يستقطب قوى كبيرة من الشباب بخلق مقاولات للشباب وخلق تمويلات وخلق والمبادرة بسرعة من أجل تقويم المدرسة الموريتانية، فهي المدخل لكل إصلاح والمدخل لكل تنمية والمدخل أيضا لحماية المسار الديمقراطي وتجذيره في مجتمعنا. فالخطوات التي خطوناها رغم أهميتها رغم كل ما يمكن أن نتقدم به بالثناء عليها، إلا أنها قد تبقى قاصرة ما دام النموذج التعليمي
قاصر أو عاجز أو لديه نواقص في خلق المواطن الموريتاني الذي ينبغي أن يكون عليه هذا المواطن، الصيغة المدنية، الصيغة المواطنية، الصيغة الواعية التي ينبغي أن يكون عليها هذا الشعب. فلا يمكن أن نبني مستقبلا ولا يمكن أن نقوم بتنمية إذا لم نعمد إلى تكوين النشء الموريتاني تكوينا صحيحا. وهذه ورشة كما أشار الإخوة أولاها الرئيس المنتخب أولوية قصوى، ونزيد أيضا هنا بالحث على العمل بشكل فوري للشروع في تنفيذها، لأنها هي أهم وأمرها مفصلي. إذا كان إذا تم إصلاح التعليم فلا خوف على أي مستقبل أيا كان ديمقراطي أو تنموي، أو ينبغي أن يكون هذا هو الأولوية، ينبغي أن تستثمر فيه كل أو جل الموارد، ينبغي أن يستثمر فيه كل الوقت، فهو القادر على تكوين النشء الموريتاني نشئا صحيحا ليكون فهو المستقبل. فالذين فاتهم سن التعليم أو هكذا ينبغي أن يعني الأسرة رافعتها الشباب، والشباب مخبر بنائه وتنشئته صحيحة هو المدرسة. المدرسة الصحيحة هي التي تبني المواطن الصحيح، هي التي القادرة على أن تؤسس لجيل يمارس العمل السياسي من دون أي مخاوف من أي مطبات سياسية أو اجتماعية في المستقبل، لأن وقد لا يتيح المقام للاستفاضة في هذا الشأن، ولكنه محوري وضروري، ونشد على يد رئيس المنتخب من أجل المبادرة بإسراع في تنفيذه، رغم أن هنالك أشياء مصاحبة أخرى مصاحبة للتعليم لا ينبغي أن يقوم إلا بقيامها بشكل صحيح. هي محاولة هي توفر الغطاء الصحي الذي هو قد خطأ فيه الرئيس محمد عبد العزيز خطوات هامة، لأن صندوق التأمين الصحي الآن أصبح متاحا لجميع المواطنين الموريتانيين. ينبغي فقط أن تعزز التوعية وأن تقام ببعض التسهيلات من أجل الولوج إليها، ولكنها خطوات هامة قد تم العمل على عليها. والبرنامج أيضا الاجتماعي الذي يخصص له غلاف مهام سيكون له دور أيضا في تعزيز قدرات التعليم، لأنه سيساهم في استقرار الأسر وفي استقرار وضعها المادي، الذي سيسهم أيضا في نسبة التمدرس في الأسر في أوساط معينة، والتي ينبغي أن تواكب في تلك العملية حتى نصل إلى المطلوب. سنواصل حوارا، لكن قبل أن نواصل نبقى مع هذا العنصر الآخر مقابلة أخرى نتابعها مع أحد المواطنين. غرك، إحنا عندنا حدث تاريخي، عندنا رئيس منتخب مستلم السلطة، والله لا يستلمها في غضون أيام من رئيس آخر منتخب. هذا حدث كبير ومهم. رئيس ملي كان في حملته في خطاباته قال أعلنوا فاتح صفحة جديدة، وقال أنه رئيس الموريتانيين كاملين سواء اللي زرقلوا سواء المال زرقلوا. إذن هاي فرصنا اليوم نقعدوا ونعرفوا علينا وطننا الحمد لله في تطور ومتقدم وعدل قدر من الإنجازات، وعلينا وحدتنا الوطنية خط أحمر ما فيها جوق ما فيها جوق. ضرك إيارة الموريتانيين كاملين يوقفوا ورا السيد الرئيس المنتخب اللي منتخبوا الشعب الموريتاني بأكثرية ب 52%، يا غير ملي ذيك 48% تعرف أنها عندها بلد عند الرئيس، لأنه هو رئيس الموريتانيين كاملين. وأنا من ذي المنبر نطالب السيد الرئيس المنتخب بذيك الالتزامات اللي هو فات قالها، وقال ملي على أنه للعهد عنده معنى، على أنه يوفى بيها من قد الحوار الوطني ومن قد مشاركة الطيف السياسي كامل ومن قد ذيك الأمور كاملة اللي تريح المعارضة وتعطيهم مكانة في وطنهم. الحمد لله احنا اولا احنا الموريتانيين ماده واحده، احنا شتي تعرفي احنا ما يقعد حد يفصل بيناتنا، ودائما اللي نتاو يخلقوا المشاكل ويجينا حد يقعد فينا المشاكل يلحقنا، لا محصنين بذاك، حصنين
بعلاقاتنا الاجتماعية، محصنين بعلاقاتنا الأخوية، بعلاقاتنا التاريخية بين مكوناتنا، وبالتالي احنا عندنا سد منيع ضد ذاك. موريتاني انا ظاهر اللي اعلنها جاي سياسة من الخير وياسة من الازدهار وياسة من التطور، لان الديمقراطية تراكمات. موريتاني اليوم في التناوب السلمي على السلطة، يجينا رئيس منتخب ونصيفطه ويجي واحد اخر منتخب، تخب الشعب الموريتاني باكثرية، هذا انجاز، انجاز كبير. احنا اليوم عندنا وسائل نحن الديمقراطية في بلدنا، المعارضة اللي نتمات جهة النتائج تطعن عند المجلس الدستوري، المجلس الدستوري ممثل فيه المعارضة ممثل فيه، إذا نحن عندنا ديمقراطيتنا وعندنا آلياتنا اللي محترمة واللي موثوقة واللي نحن كموريتانيين ذائقين فيها، وبالتالي ما نعتبر قاع اليوم على أن فمدة قتعود شبه منا، مستقبلنا مستقبل باهر وواعد والحمد لله خيرات بلدنا ياسرة، والرئيس السيد الرئيس المنتخب عدل البرنامج واضح له ومعدله على أمور هو داركها، لأنه هو موريتاني وطني أصيل، يعرف موريتانيا، يعرف ثرواتها، يعرف تاريخها، وبالتالي مستقبلنا مستقبل باهر إن شاء الله. يعطيكم العافية، أهلا بكم من جديد. شفت هذا الأخ متفائل، كيف تقرأ تفاؤله؟ الروح التفاؤلية طبيعية جدا الحمد لله، وفق المؤشرات اللي موجودة واللي كاملين الحمد لله نعيشه، لا شك احنا كاملين متفائلين. هو ركز نقطة هامة وانا ظاهر عنها بعد من الامور اللي الحمد لله كيف ما قال هو ما يعطي تقبل شيء من وقتنا، هذا ينقابل الوحدة الوطنية وانسجام النسيج الاجتماعي الموريتاني وتكامل وتعايش والتكافل الاجتماعي، ذيك المفاهيم كاملة، وعدم قدرة أي جهة سواء كانت خارجية أو داخلية من اختراق أو نجاحها في إشاعة أي شيء مس من وحدة الشعب ونسيج وتآخيه وتألفه. هذا اللي عن الحمد لله بالنسبة للموريتاني كاملين يدركوا ذاك اللي راه في البوادي وفي الأرياف وفي المدن، والمتعلم وصاحب التنمية صاحب الزراعة كاملين متفقين على العافية. هي النعمة الضافية، وهي اللي لو وجدها، وهي اللي قاع عليه هذا الوقف ما يالتي يخلق النقاش حولها. وعقب ذلك احنا ديننا دين واحد ولغتنا لغة واحدة، إن اختلفت لهجاتنا الشعبية فبيناتنا كامل نتقاط الحمد لله في دين سمح، وتربيتنا ملي طبيعة التربية الدينية اللي الحمد لله يشرف عليها علمانا ويشرف عليها آبانا ويشرف عليها أجيادنا القدماء كانت سمحة وكانت صادقة وكانت على فطرة وكانت منعكساتها في الأنفس الحمد لله، على الرغم من 60 سنة اللي مضت من عمر الدولة لا زال الحمد لله إنسان موريتاني جميع الزائرين، وإحنا الحمد لله كاملين شمل المهنيين وعقدوا المؤتمرات الدولية هون ونزوروا ما زال إنسان الشنقيطي إنسان موريتاني، ذاك الإنسان اللي ينتظر له باحترام وإجلال على فطرته، وإنه صاحب دين نقي، وإنه صاحب معاملة حسنة وصاحب خلق، وهذا هو الحمد لله اللي نعيش له. الأخ كان متفائل وتفاؤله بالنسبة لي مشروع جدا في محله. بقالي قبيل موضوع نبقي نشير له من اللي لفت انتباهي خلال هذه الانتخابات الأخيرة، ونرجع طبعا المواضيع اللي تكلموا عنها الإخوة، موضوع شيء قال له المال السياسي وتدخل الدولة في ذلك، قال العمليات الانتخابية صالح مرشح أو غيره. لاش كيف ألني لأول مرة حقيقة يطمئن قلبي لأن ديمقراطيتنا ماشية في النهج الصحيح، ولأن ممارستنا اليوم السياسية ممارسة عندها أرضية صلبة قادة تقدمها. شفت الدولة إقبال هي بجميع مفاصلها تتفرج على مسافة واحدة من جميع المنتخبين ومن جميع المترشحين ومن جميع أصحاب الحملات، وتتعامل مع الجميع بمستوى السواسية حسب رسائلهم اللي قدموا دور الساحات، حسب برنامجهم تسلسلهم في اللوائح المتقدمة، المال السياسي لأت كانت السياسة حتى فساد عقلية الإنسان الموريتاني اللي حقيقة خسروها السياسيين، خسروها النخب من جهة وخسروها السياسيين أصحاب المال اللي زرعوا في الناس اللي قالوا شراء الذمم والأصوات وضياع المبدئية وضياع القناعة، ولما ما فهم شيء أحد هذا كامل لا شيء من الأمور الفضفاضة اللي مخلي بتوف مايع. لا ما تدخل هاي الانتخابات الأخيرة، أنا بالنسبة لي استقرأت فيها ولا استشرقت فيها مستقبل زاهر للديمقراطية الموريتانية، من خلال لأن المال ما أحرق جميع الناس تعرف ذل المرشح اللي قالوا عنه رئيس الجمهورية ما طابعت وسائل الدولة قطعا، ولا ملي
شفنا عنده ما هو مميز حاملته، سواء كانت في مظهرها، سواء كانت في حملاتها الجهوية، سواء كانت شراء ذمم ذوك هواها. تعرفوا كاملين أن الحمد لله انتهى الموسم الحملات الانتخابي، مع فم ترشح قال إذا كن بذمة من شراو وإذا كن بكرداني تات كذاش وإذا كن فلان الفلوني وخل كذاش، الحمد لله المظهر اختفى، كانت الناس كاملة. ولا كان من المال الخارجي حاضر واضح، من لأن الدولة الموريتانية استطاعت أن تضبط الإشراف للعملية الانتخابية حتى في بعدها التمويلي، اللي واضح أن هذا جهود مترشحين متوسطين ابناء هذا الولد، عندهم دعم، دعم الناس اللي دعمتهم من رجال أعمال وطرق وكفاءات كاملين، كلنا حسب رأيه وقناعته ببرنامج المترشح يدعم، ساهم في استقباله، ساهم مثلا في توصيل الناخبين. طبيعي أنا مترشح وبرنامج ظهر لي عنه أمل بلدي، ظهر لي عنه صالح، ظهر لي عنه فيه اللي نلود له، طبيعي إني لاهي نبذل، فإني نصرف من راتبي ولا نصرف من وقتي ولا نصرف، لكن نساهم في إيصال هذا البرنامج. هذا بعد أنا حقيقة اعتبرته أهم مؤشر توصلت له خلال هذه العملية الأخيرة العاقبة من الانتخابات الرئاسية، اللي ذلك قالوا المال السياسي وذلك قالوا شراء الذمم، الحمد لله كاملين متفقين على أنه ما خلق، وهذا الحمد لله شيء كبير. بيقول لي هذا ما بسيطر عليه اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، ما يقبل حتى بذاك من القدرة والمتابعة لتصرفات الأفراد الخاصة، والدولة ملي ما كشفت عن حالات ولا ذاك إياها. إذا كانت أجواء حقيقة مطمئنة لنا إن شاء الله اليوم عند الوعي، الوعي السياسي بدأ، الوعي بدأ حتى المواطن البسيط، حتى أصحاب الحي البسطاء يجابروا ويجوا لأصحاب الحملات ويجوا المترشحين يطرحوا لهم مشاكلهم، يطرحوا لهم أمور، غير بعد اللي قالوا الوحدة الوطنية واللي قالوا مستقبل موريتانيا وعافيتها واللي قالوا تنمية الديمقراطية وأنهم أحرار أصواتهم وذوكم هم وحسوا منهم مواطنين من الدرجة الأولى وهم الثانية بيملكون كم صوته وجايين يناوروا، لعاد يناوروا مترشح، والله حملت مترشح يناوروها بعد من طلق قوة ومن طلق أنهم هم أصحاب ضمائر وأصحاب أصوات حق، عندهم مشاكل خدماتية موجودة في أحيائهم في مرافقهم طبيعية، إذا من التراكمات وإذا من المشاكل طبيعي ولا يتم شوي يتحسن، يا غير ما هم جايين لا يقول لك أعطينا كذاش من فضل أعطينا كصوات نبتو لك ما تلخل ما هو بعد شيء لاحظته قطعا من اللي وقفت عليه قطعا في الانتخابات، لأن الحمد لله يخلق فيه تراجع كبير، هو تحس بالمواطن البسيط يحس كذلك بمسؤولية تجاه ذي الاستحقاق الوطني، انه ما يعتبر انه هو ما هو معني به، معني به لا الوزير الفلاني ولا الاطار الفلاني والله السياسي الفلاني انهم سياسيين والله اصحاب مناصب في السلطه ولا لا حسب انه هو جزء من المسؤوليه، وشوف انه حريص على انه يؤدي واجبه، شوف الناس فوق ساعات مبكره قبل تباتيقها وهي ما هي مسيسه ولا هي قام على طرف يقولها قام هي مصنفه، هذا بعد انا لاحظ قدر الحمد لله من النضج والتحول في العقليات، عقليات المواطنين البسطاء اللي اعطاني مؤشر به اللي حقيقي كما قلت قبيل المسؤوليه بالدرجه الاولى تقع على النخب، يالت النخب ويالت اصحاب السلطه ويالت رجال الاعمال، ذاك المال كامله حقيقه يرشد لين يمشي في ابوابه، سواء كان في تكافل اجتماعي سواء كان لين يترك للانسان الموريتاني والمواطن الموريتاني حريه الفهم اللي قد تبذل معاه من الجهد تساعده، طبيعي قاعد تساعده في الزمن كامل، يعني بعدين تلاقي تساعده فتره انتخابيه من اجل انك تستميل صوته، حاول تعدلها بحشمه، وانا بعد الحمد لله قطعا هذه الاستقالات الرئاسيه اعتبرت انها كانت مؤشرات جيده جدا وبناء ديمقراطيه قادمه، ولن المواطن الموريتاني ملي مهات ذاك المواطن الساذج، ذاك المواطن اللي يقبض خلسته على زر ويجيه واحد يقول يخزن. انا وزير الله يعاونك، والله احنا اصحاب السلطه، والله راهو الرئيس هو اللي مشينا شوركم، والله راهو فلان هو اللي مشينا شوركم، الحمد لله الناس ما تلات تطلع لي ما تلا حتى تطلع لي الحين عاد كلها يحس بانه به اللي لين يسود جو تساءل العداله الاجتماعيه والمساواه ودولة القانون، وتشوف الناس انا كامله سياني، يعني كل الاطار اللي مسؤول سامي والاطار اللي فاعل سياسي متوسط والدرجه الثانيه والمواطن البسيط كاملين يدخلوا من باب واحد، المسؤول سواء كان صاحب حمله او سواء كان مسؤول في اللجنه المستقله ممثليه لها او سواء كان في الحاله المدنيه، يحس بنوع من الطمئنين انه هو سياني مع الناس كاملها، بدا يبدا المواطن يطرب يكبر يشعر بقيمته انه مات ليدير وسيط، مات لي انا ما جيت في حاجه فيني نقبل الاستاذ وسيط بيني مع 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 ضميري والله مع موقفي والله مع قراري، هذا حقيقه يالتنا كاملين كنخب وكنشيدوا به وننمو، وهذا قطعا من النتائج اللي شفت في الانتخابات الاخيره. يعطيك العافيه.
لا يتعقب على اللي قال دكتور ولا مداخلة نعقب عليه بيدي رجال. احنا لاحظنا شفنا فعلا الميزة الأساسية عقب مشاركة الشباب والنساء والقوى الحية ان كان حكما لدي خالق في النقاش الدائر الا نقاش افكار حكما نقاش افكار ونقاش مواقف. وفعلا ملاحظة الدكتور واردة جدا قطعا اللي قال المال السياسي والله المال قطعا ما لعب دور اساسي في الانتخابات نهائيا. يعني شفنا في النقاش الداخلي اللي دخل في اطار الاسره الوحده كلها عنده اتجاه. ذاك لاحظناه قطعا فعلا كلها عنده اتجاه في اطار الاسره الوحده. والذين قالوا الناخبين الكبار اللي كانوا عندهم يوجهوا مجتمعات معينه والله خاصه في الداخل الملي تاثيره عاد محدود الى اقصى درجه فعلا. اذا معناها ان فعلا نقله نوعيه حكمنا في الانتخابات هذه وواضح مولدي من خلال حضور المترشحين كاملين بانهم كلهم كان تقريبا الدوله كانت بنفس المسافه بين المترشحين كاملين شاهدنا مباشره. ولو كانت الدوله والله لو كانت مثلا مراحل سابقه قضيت في التاريخ يعود قاع النتائج ما حققناها ما تعود نسبه اللي نجح بها السيد الرئيس تعود على قد انا رغم بان كانت هم اللي ملاحظه اساسيه بان الفتره اللي هي فتره الانتخابات كانت فتره شوي نوعا ما حساسه يعني فتره من السنه صعيبه شوي صيف وغريب الناس كانت حكما لله في المدن الكبيره وكانت اصلا عاقب الانتخابات محليه وسجلت حكما في الاماكن الاصليه وياسر منها ما مشيت هي حقيقه خارقه. وذا كان لا يعطي لا مؤشر لزياده نسبه معينه واضح قريب 600,000 ناخب المهندس هون قوس خصوصا موضوع الفترة الزمنية انها كانت فترة حقيقة صعيبة. هاي بعد رسالة وفرصة مش منها طلب الفخامة رئيس الجمهورية المنتخب الجديد ان شاء الله والحوارات اللي تخلق بين الانتخابات الرئاسية تنشاف لها فترة تعود مثلا فترة الخريف سبتمبر مثلا تعود الناس كاملة قبل تعطلها شهور اماكنها والانتخابات اللي فيها الشد الداخلي الامتنان ينشاف لها الشتاء تعود الناس ميتة بارد تبرد تبرد شوي هاي استحقاقات هو فعلا الله قريب من 600,000 ناخب حكم ما زرقت قريب من 600,000 المثل الثاني اللي نختار نعقب عليها نبرة التفاؤل اللي بدأت عند المتدخل. على كل حال التفاؤل هو يلا يقال من يغاني الواقعية أحسن في اللي ظاهر بأن احنا عندنا ياسر ما شاء الله من تراكمات الإيجابية عندنا ياسر من الخطوات المهمة يقال من مدى مسألنا ياسر وفي اللي ظاهر أنه يالتنا نركز حكما على أولويات فيها شيء أولويات مرحلية وفيها شيء أولويات استراتيجية. من أولويات مرحلية اللي يلا نركز عليها بأن يلا هاو السادة مترشحين اللي كانوا منافسين المرشح الفائز يلا ما يضيعوا علينا ياسم الوقت هاي بصراحة وجودهم لداء بأنهم يوفاهم ذيك ينسجموا في الإطار اللي يختاروا ينسجموا فيه سواء معارضة سواء موالات يقال يوفاهم من شد أخبار الانتخابات لأن الرواية حكما حسبت حسمت وإحنا تحدي الأساس اللي عندنا هو تحدي التنمية وتحدي السهام الاجتماعي. يعني جدي واحد من ناحية النباط قاعد السيد أن نبرة التفاؤل مهمة يقال مديهم أولويات أساسية ومستعجلة يا الله فخامة رئيس الجمهورية المنتخب يحاول كانوا يقبض فيها خطوات سريعة من هاي الأولويات الانسجام والوحدة الوطنية يعطي عود فهم بجهد جهيد من أجل إعادة اللحمة عقب قدر من شيء خلق في الانتخابات هي الانسجام والوحدة الوطنية بين مكونات المجتمع كامل. زيادة على ذلك يلا يعود فهم كيما أسلفت إعطاء مثلا أولوية للشباب بشكل سريع إضافة إلى ذلك هذا اللي قال هو البرامج الخاصة الاجتماعية الخاصة بالفئات اللي سماها فخامة رئيس الجمهورية المنتخب الفئات المغبونة يلا يجسد على أرض الواقع بشكل سريع ويلا مجموعات مثلا نعطي أمثلة في أحياء معينة في نواشوط هذه أحياء هشة لا نقول لمقيطي مثلا لا نقول لغريق لا نقول ترحي لا نقول هذا شفناه في الانتخابات هاي الأحياء اللي هي الناس اللي هي أبناء الوطن وبالتالي يا الله نعرف تمشي بشكل سريع لأنهم فعلا يعانوا ومعاناتهم هذه وخاصة تنعكس سلبيا على شبابهم وإذا الشباب اللي هو قد يخطي خطوات معينة مثلا يا الله حد ذاك لا يعرف شيء بشكل سريع كذلك هم دي في الداخل إلى آخره. إن الأولوية الثانية تعلق مثلا بالشباب الأولوية الثالثة تعلق بين قالوا التنمية وخلق التنمية الاقتصادية منسجمة
وعود مالية، محاولة جلب الاستثمارات من 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 الاقتصاد وتكوين فرص عمل، ومحاولة برندرين قبل الإنتاج الوطني كامل نعتمد عنده قيمة مضافة، ما قدمت دائما مثلا تستورد منتجاتها من الخارج، يعني اللي هي الانتاج الزراعي، يعني اللي هي الانتاج الحيواني، يعني اللي هي الثروه السمكيه، يعني اللي هي المعادن، هذا كامل ولي يخلق فرص يعني العمل ولي يخلق تحويلية، صناعات تحويليه وصناعات، هذا ولي يخلق فرص العمل، هذا ولي مثلا يمتص البطاله، هذا ولي يؤدي الى النهضه الاقتصاديه، لان يعود مثلا متباركين دائما اللامعه هذه مسائل ترقيعيه، يعود ما اخطينا خطوات، اذا لازم من الشيء في نوع من الثوريه بحيث ان نحاول اذا كان مقدراتنا الموجوده ما انتم واخذوها الا خام، ان نحاول اذا كان نعدوا من هالشيء يعود كان خليني هون اسالك سؤال. الصناعات التحويليه في الغالب خاصه في دول تعتمد ليبراليه السوق 80% منها مسؤوليتها على راس المال الخاص، هو اللي يقوم بالمبادره، هو اللي طور الصناعات داخل البلد، واي تنميه يرجى لها دوله يرجى لتنميتها انها تصلح تبدا بتنميه القطاع الزراعي يلي ذلك القطاع الصناعي. لا يختلف اثنان على ان القطاع الزراعي عندنا خاصه الزراعه المرويه عندنا انها ما مشت تقدمت لان اليوم هذا انت تقيس السوق ليه تشتري زقيبه من مارو المستورد 25 كيل تنباع لك ما كان ب 9000 زايده، وترى مارو الموريتاني الحسين بعلك ب 6000 5000 وشيء 7000 الى اخره، ما رو جيد وجودته عاليه. يا غير المستثمر الموريتاني يا الله يبدا هو من نفسه يخلق الصناعات التحويليه يستثمر فيها، لماذا هو غايب عن الاستثمار الجبالي؟ الناس تعودت الا على بيع الفرد هذا في السوق ما هو يالت نتخطاه. صح صحيح هذا صحيح، هو على كل حال في نقد ذاتي يالت نقوله كان يعني احنا على كل حال نحن بعد على كل حال مستثمر موريتاني والله قاعد الحين نقول التاجر بتوع موريتاني والله المالك راس المال موريتاني كانت عنده افكار قديمه معينه بحيث انه استثمر في شيء كانه لا يدر عليه ربح مباشر. اللي قال الاستثمار على المدى البعيد ما كان حكمنا في استراتيجيه الموريتانيين، وتبارك الله ماهرين في التجاره ذا، يا غالي لا تجاره مباشره، ما هي التجاره دي لقاه يستثمر مده سنتين تجاره التقسيط مثلا قدر لقاه يفتح في سيري كبير، والله مجمع كبير، والله بوتيك كبير، والله يعدل مبادره معينه، يا غالي اللي يدور من هالشيء لا يجبر ذاك الوقت. بينما مصنع لا يفتحوا لا يمضي سنتين ثلاثة أربعة خمسة حتى أنه تجربة مار أنه ذاك ما يتحرك يختاري مباشرة تاني عدد الشيء سريع. إذن من هذا المنبر نختار موجه نداء لرجال أعمالنا كاملين والتجارنا بأنهم يستثمروا بالقطاعات الإنتاجية الوطنية، بدأ من يعود يشوفون لنا روايات المستوردة ودي أكثرية مصاحبة ياسر المشاكل والأمراض والشيء خاصة اللي نقال المواد الغذائية أنهم يعرضوا يستثمروا في اللي نقال القطاع إنتاج الوطني منتجات الزراعية منتجات الألبان إلى آخره، وهم اللي متاح زيادة على ذلك زيادة على ذلك ويدوا ما يمشي بعيد ولا قاعد بقى قاعد يبدأ من عند البسيط مع وحدات صناعية صغيرة في ذلك يشتو ويعظم اللي المواطن الموريتاني يفهم بأنه يشجع الإنتاج الوطني ويشجع الاستهلاك لانه صحي وفيه دعم الاقتصاد الوطني، واذا لو خرج من مرق بقد يعود زين ويبرق يا غير حقيقه ما تعرف قاعد ذاك انه مره وشنو هذا بشكل عام. زياده على ذلك يا الدوله تشوف انقال مدونه الاستثمار بالقوانين اللي جايب الاستثمار والعداله وذا كامل يلا يزيد الاستثمار بشكل صحيح يلا يعود كانه يوجه له توجه حقيقي يعود هو راس المال جمال، وبالتالي المستثمر اللي نشوف قدامه ترسانه قانونيه مطمئنه ونشوف قدامه مجتمع منسجم، احنا الحمد لله عندنا انسجام وعندنا اللي قالوا لاستابيليس مثلا عندنا مجتمع عاد منسجم وعندنا مستقر الاستقرار السياسي ما عندنا في مشكله والبلد ان شاء الله امن، يا غير خاصنا لا الترسانه القانونيه تنمى وتطور موجوده هاي الترسانه القانونيه موجوده استثمار وخاصه لما يعود شوي من رجوليه تجارنا يعود كانهم بدل يعود يستثمروا في القطاع الصناعي الى اخره بدل يعود يلوقوا كي قلت الساقط فيها كيف نعطيك مثال على مستوى مثلا الزراعه المرويه للارز، كان قبل سبع سنوات مصانع تقشير الارز قليله شوف عاديه لا مكان ركم ما شاء الله لين استثمر التاجر المحلي عندنا المستثمر المحلي عندنا ماله فيه شو طورت لو عدلوها على مستوى السمك عدلوها على مستوى صناعه الالبان يا اخي الامور تمشي صحيح هو الحاجه هي موجوده
وإحنا على كل حد إشكالية أساسية بين الناس فعلا مثلا ما عندها الأفكار ذي اللي تختار تربوح السريع يلا تمدن الناس يلا يعود فم نقلة نوعية وبرامج للتوعية ومحاولة تمولي بين الناس تقبل مسؤولياتها وتشجيع تشجيع تشجيع يعود من طرف هذا اللي ينقص به أستاذ شيخ باي. رانا باقي لنا مقابلتين ووقتنا مات لياسر. أستاذ شيخ باي هو اللي قال له المجتمع المتمدن يجي أساسا بفعل مجموعة من العوامل هي تخلق المجتمع المتمدن. نحن كيف نعبر من مجتمعات الفرقان والمجتمعات البدوية إلى مجتمع متمدن قائم على التخصص، قائم على الصناعة، قائم يعني ما هي الوسائل والأدوات التي توصلنا إلى هذا في أقصر مدة؟ خاصة أن عندنا نقارن بمستويات عالية. يعني أتذكر كان يقول لك دكتور غركاتي موريتاني ما تقابل حد ينوب عنه في صوته ولا في رأيه ولا في شيء. تفضل. شكرا. المجتمع المتمدن مرحلة متقدمة من العمران البشري وتحتاج مسار طويل، ونحن الحمد لله جزء كبير من مجتمعنا نزح إلى المدن، ولكن أسرع وقت ما تلمن ياسر، ولكن نزوح قد يكون ليس مبنيا على أسس علمية فهاجرت إلينا البادية في المدن. هذا يصعب نقل المدن إلى الحياة المدنية بصفة عامة، غير أن أهم خطوات هامة من أجل كما نجد أن توسيع البنية التحتية، توصيل الكهرباء إلى تحديث وإنشاء البنية التحتية الطرقية وتوصيلها إلى أماكن عديدة، وإنشاء مشاريع ومصانع في أماكن يعني كل منطقة باختصاصها كشركة التمور مثلا في الشمال وشركة الألبان وشركة اللحوم يعني والزراعة في الجنوب، يعني ينبغي أن تدعم مدارس مهندسين كبرى حتى تلك المدارس عواصم الولايات، هذه اللامركزية التي بدأت مع المجالس الجهوية ومع البلديات قبلها ينبغي أن تدعم وأن تحدث مشاريع جدية وعميقة المبنى والتصميم لكي تكون رافعة حقيقية لهذا التمدن، ولا ضير أيضا في جزء وفي نوع من الحياة أيضا في البادية، فهي أيضا تنوع وتراث وقوة في كثير من لا يمكن أن لا أود أن أنهي أي أتجاوز هذه الكلمة دون أن أعقب على مداخلة المتدخل الأخير وقبله لا يخليك تعقب على مداخلة الشيء. طيب لا يتابعوا المقابلة للشيء. رقم حداثة ديمقراطية في بلدنا ورقم أن مجتمع فتي بما يعني يتعلق بالمدنية وحقوق الحقوق المدنية والدولة الديمقراطية العصرية، إلا أن الحمد لله والشكر له من هذه التجربة الأخيرة آسيا 2019 شهدت ديمقراطيتنا، يمكن نقول عنها فترة نضج ما شاء الله عبر عنها الشعب الموريتاني بشكل ما شاء الله لا ناظر له، من قد عن مثلا عشنا 15 يوما من الأجواء الديمقراطية المتزنة الديمقراطية الصحيحة، كلها يحترم الآخر ويحترم رأيه رغم تعدد الآراء ورغم الاختلاف في التوجهات السياسية والمشارب والرؤى، إلا أن الجو الديمقراطي العام كان يطبع هذه التجربة وذاك ما شهدوا به مؤخرا مراقبين الدوليين من مختلف أنحاء العالم اللي جاءوا الموريتان وجو هنا تياها أيام يوم الاقتراع وشافوا ذيك الأجواء ما شاء الله طيبة المريحة اللي عاشتها بلدنا. كانت هذه زميلة متو عبد المالك من الإذاعة الوطنية، وبعدها نتابعوا المقابلة الأخيرة ونعود نواصل حوارنا. بالحقيقة القارئ للمشهد السياسي
ولنتائج الانتخابات الأخيرة يدرك أن موريتانيا مقبلة على تجربة ديمقراطية فريدة من نوعها. فلو لاحظنا حصول مرشح الأغلبية، يعني مرشح تدعمه أغلبية برلمانية معتبرة، بالإضافة إلى كبار الناخبين الفاعلين في الساحة السياسية الموريتانية، يجد ويدرك أن نسبة 52% هي نسبة ديمقراطية، هي نسبة تعبر عن استحقاقات شفافة. صحيح قد توجد هناك بعض التجاوزات، ولكنها لا ترقى إلى أن تؤثر على العملية الانتخابية برمتها. هذه النتيجة أيضا تدعو لمن يحكم مستقبلا، هو أن يدرك بأن البلد يحتاج إلى أن يكون دولة مؤسسات، يحتاج إلى أن تكون موريتانيا دولة حوار يتفاعل فيها الساحة الفاعلين السياسيين على مستوى من المسؤولية. وطبعا أنا متفائل، خاصة أن الفائز وهو محمد وللشيخ محمد أحمد وللشيخ القزواني نص في برنامجه على أنه يسعى إلى إقامة دولة مؤسسات، يسعى إلى إشراك الجميع في العملية السياسية، والأهم من كله تلك النقطة التي ركز عليها وهو محاولة إبرام عقد اجتماعي جديد. فالدولة الموريتانية منذ الاستقلال لم يبرم فيها مثل هذا العقد، خاصة على ضوء مثلا كما قلت هذه الاستحقاقات، على ضوء أن ثمة معطيات جديدة، أن ثمة قوى سياسية جديدة ظهرت على الساحة، أن ثمة أيضا تعاطي، أن الملف الحقوقي صار يطرح نفسه بقوة نتيجة للأصوات التي حصل عليها المرشح في المركز الثاني بيرام، وهو ما يجعل من 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 إبرام هذا العقد هو ضرورة يشارك فيها الخبراء أولا، وبعد ذلك يشارك فيها الساسة والفاعلي المجتمع المدني. شكرا جزيلا. شكرا كذلك لزميلنا في خلال هذه المقابلة، شكرا كذلك لزميلتنا عائشة ست عبد الله على ما تحفتنا به في هذه المقابلات وفي تقرير التمهيدي الذي للأسف لم نوفق في تقديمه لكم. السادة الضيوف، باقي لا 3 دقائق ولا دقيقتين ونص، لين أعطيك أنت نص الدقيقة الباقي ولا 75 ثانية، تفضل. فقط كنت أتحدث عن في المرحلة الماضية كنت أختار عقاب على ذيك النبرة التفاؤلية اللي تحدث بها المتدخل قبل هذا. تفضل. ولكن دقيقة في نقطة الأساسية أن الوحدة الوطنية نقطة أساسية ومحورية في أي برنامج، تحدثنا عن التعليم كأساسي وركزنا عليه، ولكن الوحدة الوطنية أيضا دعامة أساسية، والتعليم من أهم دعائمها، وينبغي أن نعتبر أن عامل التنوع وثراء، وأن الدين الإسلامي هو دين جامع لشعبنا، وكذلك مذهبه واحد، ويعني ما يجمعه أكثر مما قد يكون عوامل تنوع فيه أو تفرق، ولكن أيضا ينبغي التركيز على إثراء جميع هذه الثروة التي حبان الله بها من تنوع ثقافي ومن لغاتنا الوطنية، لا أقول لهجاتنا المحلية، بل هي لغات وطنية مع اللغة العربية التي هي لغة أيضا قد تكون هي أجمع وجامعة أيضا لوطننا، ونركز على اللغات الأخرى ونثريها. فكل هذه عوامل قد تساعد إن شاء الله في الرفع من مستوى ديمقراطيتنا ومستوى التعايش في مجتمعنا. وأنوه أيضا إلى أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ينبغي أن نركز على تراكمية عملها، وفي المرحلة هذه التي شهدناها في هذه الانتخابات أرى أنها تقدم بعض المآخذ لدى البعض من عدم إشراكهم في مكوناتها، رغم أنه قد تم إشراك المعارضة فيما قبل وعدم إشراك هؤلاء في اللحظة الأخيرة، إلا أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أرى أنها تقدمت أشواطا على الفاعلين السياسيين وعلى الناشطين السياسيين من خلال فرزها للنتائج، ومن خلال إعطائها بشكل دقيق سريع وواقعي وشكل سريع،
وايضا لأن نجد ان هنالك البعض لم يواكب عمليه الفرز لدى مكاتب اللجنه الوطنيه المستقله للانتخابات على مستوى المقاطعات، وكانت تلك يعني نقطه كانت اهم. انتهينا من هذا خلاص، الحمله حسم المساله. يعطيك العافيه، بارك الله فيك. تفضل. انا بعد هون لين نوه لان حبرها كان متين، انا قلبي يخوف. تفضل. لكن لا من الدقه شهاديتها. تفضل. بارك الله فيك. انا في النهايه نختار الله ناكد على ان نبره التفاؤل قائمه، نصب عيوننا، المسؤوليه تقع على الجميع. الوطن اليوم أمانة أيدينا كاملين. هدر الوقت مثل أشار المهندس في القيل والقال وخطاب الكراهية والخطابات المسمومة، محاولة تفرقة ومحاولة، إن هذا حقيقة يجب على الشباب خاصة أن يتجاوز هذه المرحلة من العبثية وتضيع الوقت إلى ما هو أكثر جدية. برهن الشباب الموريتاني خلال العسكرية الأخيرة على أنه قادر على أن يثبت جدارته، تولى المسؤوليات الوزارية بأعمار صغيرة جدا ونجح فيها، وزارات سيادية هامة، تولى الإدارات، تولى المسؤوليات الكبيرة، وكان حاضرا بقوة. النساء كذلك كان لهم حضورهن، كان لهن حضورهن قوي في الفترة الماضية في غرف البرلمان، في الحقائب الوزارية، في الإدارات كذلك. إذن نحن الحمد لله شعب واعي بجميع تشكيلته، وبالتالي أملنا كبير إن شاء الله فإن نقدر اللحظة والمسؤولية. كذا أنا في النهاية لا يقولني أثق بقناعة تامة فخامة الرئيس محمد الشيخ رضوان، وأثق في برنامجه الانتخابي اللي عرضه لنال ثقة المجتمع الموريتاني، اللي مبني على أساس دورة مؤسسات وطنية. وأدعو المساندين اللي كانوا مساندين فخامة الرئيس أنهم أراهم عدلوا واجبهم، قال يلا يعود كلها ما ينتظر بأنه يعود عنده يكون بانص معنا، ما يلا ينتظر حد بأنه لا يتنعطى له الواية ولا الشيء على أساس أنه كان دام لأنه يلا يعود عبر عن قناعته. كذلك هم اللي يدعوا يمكن ما كانوا مع السيد الرئيس أنهم يعرفوا بأنه برنامجه يسع الكل. يعطيك العافية. استوفت هذه الحلقة وقتها مشاهدينا الكرام، كان ضيفا علينا فيها الدكتور مصطفى الإبراهيم ناشط حقوقي، شكرا لك. كان معنا كذلك فيها المهندس سيدنا والأحمد العلي ناشط سياسي، كان معنا كذلك فيها الأستاذ الشيخ بايل بون عمر لي باحث الاجتماعي وناشط السياسي. لكم في نهايتها تحيات الفريق الذي أشرف على إعدادها وعلى إنتاجها. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.